كلام معقول، الأمور تمام والنازحين حيطلعوهم من الخيام والحمد لله، لكن ما يرجعوهم لمناطقهم بل يودوهم لكرفانات في صحراء الأنبار بالصحراء بعيدة. هذا بعد ما يزيد أو ما زاد عن 6 أشهر. عبرنا 6 أشهر الحمد لله من تشكيل الحكومة والإطار اللي تعهد على نفسه حل هذا الملف من خلال ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج الحكومي واللي وردت بالنقطة 8. وهنا للأمانة راح نقرأ هذه النقطة، هذه نقطة 8 بالنص المكتوب اللي يقول: تلتزم الحكومة بإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم خلال 6 أشهر من تشكيلها بما في ذلك نازحو جرف الصخر بعد تدقيقهم أمنيا. المهم نرجع لسالفة الكرفانات اللي بالصحراء وشنو فيلمها. صحيفة العرب الجديد قالت بأن السلطات العراقية تنفذ منذ عدة أسابيع وبشكل سري غير معلن عملية تشييد لمخيم جديد لأهالي بلدتي جرف الصخر في شمال بابل والعويسات في محافظة الأنبار غرب البلاد. النازحين في مخيم بزيبس، طبعا هم موجودين جنوب مدينة الأنبار، جنوب مدينة الفلوجة عفوا بمحافظة الأنبار، تقريبا صار لهم 9 سنوات. يريدون ينقلوهم إلى هذا المخيم بشكل قسري وجمعهم في مكان واحد بدلا من وجودهم في مخيمات عشوائية. وتقول بأن المخيم سيكون، هذا على ذمة الصحيفة، ملاصق لمعسكر تابع لإحدى ألويات الحشد، بمعنى تكمل الصحيفة سيكون سجنا للنازحين اللي أغلبهم من النساء والأطفال. للعلم أغلب هذه العائلات فقدت معيلها ويعني رجالها ورب الأسرة خلال المعارك بين 2014 و2017، بمعنى الموضوع حيثير الشكوك حول الأخطار والانتهاكات اللي يمكن أن تلحق بهم. لمن سيطالب بالرجوع لمدينته مستقبلاً؟ ما يعني مو فقط الفلسطينيين حيطالبون بحق العودة واللي دي يطالبون به صار لهم كم سنة كم عقد، بل حتى العراقيين الممنوعين من مناطقهم المفرغة من السكان. ليش؟ حتى بعد كم سنة نحتاج إلى خارطة طريق ومفاوضات وخطة سلام، واللي مثل ما صارت ويا الفلسطينيين احنا نسويها داخلياً. للعلم مو فقط نازحي جرف الصخر ممنوعين من مناطقهم، بل تقدر تقول العوجة ويثرب ومناطق هواية أخرى وسنجار بالمقابل. ليش نكبر الموضوع؟ قبل أيام إحدى الفصائل رجعت شكم نازح في صلاح الدين إلى منطقته وتحدت يعني أمام تحدي للأمانة كل الصعاب والإجراءات الأمنية من أجل إعادتهم. والموضوع هذا يعني جدي، لا دعاية انتخابية ولا هم يحزنون، هسه يقولون اكو انتخابات بعد مدة. جماعة ما يريدون أن يكسبون أصوات بهذه الحركة، وما ندري، خلي السالفة بالنيابة.